الله يحييكم في جناح هيئة تطوير محمية الإمام ترك بن عبد الله الملكية. معكم عبد المجيد الضبعان المدير العام للمجتمع المحلي والزوار. هذه هي المشاركة الأولى للهيئة في هذا المعرض، معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. سعيدين جدا بهذه المشاركة، ومشاركتنا كانت عدة أسباب. السبب الأول هو تعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة. السبب الثاني هو رفع مستوى الوعي في آلية الحفاظ على الموارد الطبيعية. اليوم لو استعرضنا آلية مشاركة الهيئة في هذا المعرض، الجناح يحتوي على عدة أقسام. القسم الأول كان لإظهار جميع الجوانب التراثية، سواء بالنسبة للأحافير أو للتراث المادي من خلال درب زبيدة وآلية المقتنيات التي عثرت عليها في هذا الدرب. كذلك تم عرض الدارك سكاي وكل ما يخص علم الفلك. كذلك تم استعراض الجوانب الثقافية والاجتماعية في النطاق الجغرافي للمحمية وآلية إبراز هذه الجوانب من خلال مشاركة وتمكين المجتمع المحلي، سواء في إظهار الحرف اليدوية في العهود السابقة، وكذلك في آلية صنع القهوة، وكذلك بيت الشعر، وعرض كذلك تجارب النحالين من خلال الاستفادة من جميع المقومات الطبيعية في المحمية. طبعا هذه هي المشاركة الأولى للمحمية في هذا المعرض، والهدف من هذه المشاركة هو لتبادل الخبرات مع المهتمين في المجال البيئي، وكذلك لرفع مستوى التوعية فيما يخص الصيد المستدام، وكذلك لتبادل الخبرات مع المهتمين في كل المجالات في هذا الجانب.